الحمد لله اللي رجعت مع الجروب، والحمد لله ثم الإصابة اللي كانت عندي الحمد لله كانت من الماضي. اليوم جينا هنا في كينيا باش نبريبار الماتش. الحمد لله الأجواء راك تشوف أخوة وأجواء رائعة اللي راح نحضروا بها المباراة. كما الحضور تاعنا في الفندق وكاع بالامور الحمد لله. الاداره اللي وفرتنا قال الامور اللي باش نكونوا نخمو في الماتش. اليوم نشوف لا بريمير سيونس اللي درناها باش نحضروا هذه المباراه. احنا ان شاء الله كلاعبين راح تكون عندنا كما الثقه والعزيمه باش نحقوا التاهل ان شاء الله. ثم هذه قلابين اللي مطرحين بها باش ان شاء الله تكون التاهل لدور المجموعات. الظروف رانا عارفه، بالا كان جو اللي لعبوا في الافريك ويعرفوا الوضعية تاع افريقيا كيفاش. مي حنا ان شاء الله بالك شوف جينا اليوم ولا اليوم لا سيونس اللي درناها بالك باش نشوفوا باش نتاقلموا مع الوقت ولا مع المناخ. هذه الحاجه اللي مليحه لينا. مي حنا ان شاء الله حاجة اللي حتكون نهار المباراة اللي ماش نخمو في الأمور اللي حنخمو توجو على المباراة ريزلتا. هي مرحلة الذهب اللي بالك فزنا بست أهداف قدام الفريق قرماية. هي بالك هي الاحترام للفريق وصدر أعطينا القيمة للفريق باش حققنا هذيك النتيجة. هذه النتيجة صدر تردينا احنا في مرحلة العودة. هي سفري مباراة ما عادش تكون كاع كيف مي احنا توجور نحضروا الماتش دو ريتور هذا ان شاء الله اللي راح ما عادش يكون سفري ما عادش يكون سهل من الفريق الخصم الثاني راح يقول كيفاش الفريق ربح خسر 6-0 احنا ما نقدرش نديروا ريزولتا. احنا هذه الحاجة اللي توجور نخلوها عندنا وندخلوها توجور في ريسالنا اللي ان شاء الله باش ندخلوا نحوسوا نسيو نستحفظوا على النتيجة تاعنا ان شاء الله. اي فريق يتمنى هذا التأهل ولا يروح ابعد في المشوار. مي حنا توجور نخمو ماتش بار ماتش. هي اليوم عندنا مباراة لها تأهلنا لدور المجموعات، نخمو على هذه المباراة ان شاء الله وان شاء الله نتمنى باش نديروا نتيجة ايجابية باش نولوا للديار بتأهل. ومازال كان لي ماتش سيفري كان لي ماتش الباك راح يكون اصعب ولا ما راحش يكون سهلين. مي حنا توجور نخمو ماتش بار ماتش ونخمو الحاجة اللي تكون لصالحنا.